شكرا لل هم حبوني وبس. انا انطون ماجد بطل الفرسان التحدي من جوه الاعاقه الذهنيه 3 سنة رقم 20 سنة مبسوط باستمرار والحصان عندي نادي شباب الجزيره باكلهم جزر وتفاح وسكر وكده ده طبعا لهم بحميهم بالاستمرار عشان بحبهم. انا كابتن حبيبه كابتن في نادي الفروسيه بالجزيره بمرن الاولاد ذوي احتياجات خاصه او قادرون باختلاف. الفريق عندنا او البطولات عامه عندنا بتكون مقسومه لجزئين، جزء بيعمل جمله بتكون حروف معينه بيبقى عندهم زي اوردرز او ستبس معينه لازم يمشوا بيها من حرف معين لحرف معين، بعد كده دايره وبعد كده خط مستقيم يعملوا ستوب، بتكون سيكونس معينه او طرق معينه لازم يمشوا على اساسها بيكونوا حافظينها طبعا، تبقى جمله ومبعوثه لهم وبيحفظوها بنتمرن عليها فتره كبيره وبيدخلوا يعملوها. وطبعا الجمله بتكون مقسومه في مستويات، في ممكن حد يعملها تشوت دي خطوة من الخطوات، ممكن حد يعملها كانتر دي خطوة أسرع شوية، فبتبقى على حسب الولد مسجل فيها إيه. الجزء الثاني من البطولات بتكون جامبينج أو قفز موانع، دي برضو بتكون ليفلز، في منها ليفل A وليفل B، طبعا الليفلز بتختلف على حسب الارتفاع، كل ولد بيسجل في الارتفاع المناسب معاه، الكابتن بتاعه بيسجل له على حسب الليفل اللي هو بينط فيه ويبتدي ينط، بيكون السدود حوالي 5 موانع أو 5 سدود بينطهم وبس. دي انواع البطولات اللي عندنا، واحنا النهارده عندنا بطوله الدوره الثالثه من البطوله، هي النهارده كانت في واحده اوريدي اتعملت في شهر سبتمبر وواحده في اكتوبر ودي الثالثه، وان شاء الله الشهر اللي جاي عندنا بطوله كاس مصر. اسمي كريم مسلمي، عندي 36 سنة بلعب فروسية، رحت دبي، كسبت المركز الأول على الفروسية في دبي، رحت البحرين طلعت الثاني والثالث على البحرين 2014 و2019، وبرضو بلعب فروسية هنا مقدم عمرو مقدم إسلام مقدم معتصم، بيديني قوتي على الفرس، حاسس كده قدام زي صلاح الدين بالظبط زيه.